وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي طارق العامر. مساء الخير أستاذ طارق، بداية ما هي قراءتك لأبرز ما جاء في القمة الخليجية الطارئة؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين والمستمعين الكرام. بالتأكيد أولا انعقاد قمم، ثلاث قمم على أرض المملكة العربية السعودية هو حدث يحسب للمملكة العربية السعودية ولقوتها ولعظمتها. بالتأكيد هذا الشيء يدل على أن هذه الدولة بالفعل دولة قوية. وبالتأكيد أن القمتين التي عقدت بالأمس، قمة مجلس التعاون والقمة العربية، جاءت ناجحة بشكل كبير. نعم. ممكن تكون هي دليل أو بداية للتفاعل عربي أو بناء استراتيجية دفاعية قومية عربية للدفاع عن أمن واستقرار الخليج. للأسف 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 التردد والمواقف المتذبذبة من الكثير من الدول هو ما أوصلنا إلى هذه اللحظة التي بات فيها الإيرانيين يتمادون في تهديدهم وعجرفتهم لدرجة تهديد الأمن الملاحة في الخليج. إذا كان أمن الخليج بالفعل أمن المنطقة العالم كله، لأن هو الشريان الرئيسي المسؤول عن إمداد العالم كله بالنفط، فلا بد أن العالم كله، ليس الدول العربية ولا الخليجية المعنية فقط، بل الدول المجتمع الدولي معني بأمن وسلامة هذه المجتمع، وبالتالي الجميع عليه أن يقوم بدوره في حفظ أمن واستقرار المنطقة. العجرفة الإيرانية استمرت نتيجة الصمت المجتمع الدولي، وهي ما أوصلتنا الآن. نعم. الآن كل دول مجلس التعاون عرضة للخطر. نجد ليس من إيران، إيران لما تتكلم فتى تتكلم بلسانها، تتكلم بلسان ميليشياتها وتصنع وتفعل وتهدد من خلال ميليشياتها. اليوم إيران متواجد تحاربك في العراق، تحاربك في سوريا، تحاربك في اليمن، تحاربك في السعودية، وتحاربنا في البحرين أيضا من بفعل ميليشياتها. وبالتالي إيران لما تتكلم عن حوار أو تتكلم عن سبل تهدئة، احنا لا نطالب إيران، نطالب إيران نفس النظام الإيراني بوقف بتهديدات، نطالب أيضا بوقف ميليشياته من التغلغل في المجتمعات العربية والمجتمعات الخليجية التي تعيش فيها. لابد أن هذه المعضلة الحقيقية التي احنا نعيش فيها منذ سنين. نعم. والتي باتت لزوما على الدول اليوم ان هي تواجهها وتعترف ان هؤلاء ميليشيات ارهابيه حقيقيه تهدد امن واستقرار البلد، ولابد البلدان الخليجيه ولابد العالم يتعامل مع ايران على انها الداعم الرئيسي للميليشيات الارهابيه في المنطقه. نعم. القمه انا اتصور انها وضعت أديها على الجرح، بالفعل رسالة قوية وجهتها للنظام الإيراني إن أي تهديد بالفعل هو تهديد للسلم العربي والإسلامي. إذا كانت اليوم صواريخ وصلت إلى أرض الحرمين والتهديد طال أرض الحرمين، فهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول الإسلامية، بل كل الشعوب الإسلامية مسؤول عن الدفاع عن أرض الحرمين، ولزوما على 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 على, 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 على الدول الإسلامية بالفعل والدول العربية تقوم بدورها. السعودية ليست مناطة فقط بالدفاع عن الحرمين الشريفين. نعم. كل الشعوب وكل الدول الإسلامية والعربية تقع على عاتقها هذه المسؤولية. نعم، وأن تكون هناك وقفة جادة. الكاتب والمحلل السياسي طارق العامر، شكرا لك.